السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زيد بمقطع جديد من لعبة استنوا يا جماعة، استنوا شوي. طيب هذا اللعبة عن قطع في ألعاب زيد، عشان كذا هذه اللعبة أنا يا جماعة لعبتها مرة يعني كثير، فأنا سي جماعة صرت بالثالثة يعني الدولة الثالثة اللي هي دولة الشتاء. فيا جماعة في يعني في ألعاب كثيرة ما أتوقع، يعني ما سأعد الدولة فما أعرف كم دولة إنه عندي. أنا هسا سويت دولتين، هسا أنا بالدولة الثلجية. في الثلجية فيها لعبتين رح نشتريها، بس مو هسا لا، يعني لازم نجمع مصاري. فهسا جبنا 20 مليون كاش. طيب أنا سوح معي حاليا 43 مليون. أوكي يا جماعة رح أفرجيكم كل الألعاب اللي عندي إياها. أوكي أول شي رح نبدأ بأول لعبة طبعا، فرح أروح لأول دولة اللي كنت عليها. هاي هي، في عندنا قطار الموت، عندنا أشياء هيك كذا. سلمى أبي أصلا أنا بالصعوبة هسا أظل سهول يعني سهل، فبرجيكم كيف راح نلعب الألعاب. فهسا راح أوريكم كيف راح نلعب. هاي أول لعبة اللي هي زي قطار الموت، بس بعدين تنزل أتوقع في اللعبة الثانية زي هذا، أيوة اللي هي هاي كمان قطار. هاي القطار، هاي يا جماعة هاي أول لعبة، فهاي تصور كثير طول حتى تطول. أوكي بس هذول اللعبتين. هسا رح نروح القطار الديناصور، القطار الدراغون. عندي 9 بليون مصاري أوكي كاش على هاي اللعبة. فهاي الدولة الثانية عندي 9 بليون أوكي. هسا خليني راح أوريكم كيف راح تسوي اللعبة. هاي اللعبة اللي بتطلع فوق، بس احنا ما بنتهم. هاي اللعبة احلى لعبة اللي تطلع فوق بعدين كل الزي، يا الله هاي احلى احلى لعبة. وهذه اللعبة اللي جديدة كأنها مسلسل،
ده خلينا نبدأ. بس يا حبيبي يا حبيبي يا عمري ايش هذاك يا حبيبي يا رمى يفلسوا مصاريف الانسان فليس فليس لا لا دمتي ثلاثين كسروا من مليون لا خمسين ثلاثين لسه شايفين مليون المصاري جاء. يا جماعة في لعبة أنا راح أقول لكم إياها. هاي اللعبة في لعبة بتلف هيك بتطلع لفوق بعدين نتألق فوق بعدين نتألق فوق هسا رح اوريكم اياها. هي كانت بمصاري تبعت المليون اتوقع بالمليون او بليون لانه في بليون وفي مليون مليون مو بليون. اوكي خلينا نحط اكس واللي هو هي هي 26 مليون هنا في اي 345 مليون. فأتوقع هاي أتوقع هاي اللعبة اللي راح تلف اللي بتلف فوق ترى هسه راح أوريكم أتوقع راح أجيبها بس أبي أخلي معي مصاري بس مستحيل 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 قال لي هذيك اللعبة كنت أشتغل عليها 5 ساعات وجبت عليها 9 مليون 5 ساعات أو 20 ساعة. ماي جاد أتوقعها بتفرق ما أعرف حتى المليون راح اوقف
شنو. فهاي هي اللعبة. اوكي يلا خلينا نروح بعده. اوه ما شو مية مية بسم الله شو قولي. اوكي اوكي خلينا نسوي كمان غزة اتوقع رح نوصل يمكن لعبتي يعني اتوقع. ف يلا 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 بسرعة 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 قربنا من 200. اوكي بسرعوا. فهيك بيكون المقطع اللعبة عبارة عن الألعاب. فهذه هي اللعبة إن شاء الله عجبتكم وراح نصور عنده فيديو جاي راح أشتغل عليه كثير كثير. فأوكي قبل فبس وباي لا تنسوا اللايك اللايك بليز باي.